السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: القضاء في العراق، يد الأحزاب لتغييب العدالة. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هذا بلد ترسو مخدرات، ترسو أذية، ترسو فوضى، ترسو زنا، ترسو ملاهي، ترسو خمر، ترسو حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب، هو انقطاع الماي. بطل من أبطال البصر وليدي، أنت طالبت بحقوق البصر، طالبت على مود ماي مالح. قانوننا قانون، هذا من فلان جهة، لا تحاجي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاجيهم، والفقير يبوق لقنين ينحكم 20 سنة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. مشاهدينا، قبل الدخول في تفاصيل حلقتنا لهذا الأسبوع، نود التنويه أن وقلنا سابقا طبعا أن قناة الرافدين انتقلت للعمل بنظام بث جديد، وهو نظام الـ HD. هناك من فقد القناة من جهازه الخاص، جهاز الاستقبال الرسيفر الخاص به، فيرجى لمن يشاهدنا الآن على البث المباشر أو من خلال البث المباشر في موقع فيسبوك أو من الموقع الإلكتروني لقناة الرافدين الفضائية، الموقع الرسمي، أو من موقع تويتر، أو من أي منصة إلكترونية أخرى، أو لمن يسأل بشأن التردد، يرجى من يشاهد الآن نشر هذا التردد لمن يسأل عنه، 10727 أفقي H على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم مشاهدينا الكرام، لمن يشاهد الآن ويواجه مشكلة في الحصول على قناة الرافدين في التلفزيون الخاص به، طبعا لمن يشاهدنا عن طريق الانترنت، يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة أخرى، نفس التردد بس ينزله مرة ثانية، وسيجد قناة الرافدين بنظام البث الجديد. مشاهدينا، اليوم الموضوع عن القضاء في العراق وتحوله إلى أداة بيد الأحزاب لتغييب العدالة. المؤسسة القضائية في العراق منذ الاحتلال ولغاية اليوم هي تعمل لصالح الأحزاب الحاكمة باعترافات هذه الأحزاب وباعترافات دولية وأممية. الأمم المتحدة في تقرير لها تحدثت عن فساد وفشل المؤسسة القضائية في العراق. منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان تحدثت في أكثر من مرة عن مدى سوء هذه المؤسسة القضائية في العراق، وصفتها بأنها محطمة، بأنها فاسدة فاشلة، بأنها مسيسة، وسنتحدث بعد قليل بمضامين هذه التصريحات. لكن ربما قد يكون أهم تصريح خرج بخصوص القضاء في العراق هو تصريح هادي العامري، أو من أهم، دعونا نقول من أهم التصريحات التي أكدت الحقيقة الموجودة، التي ربما حاول البعض أن يعني يبعدها من ناظره، لكن قالها هادي العامري زعيم ميليشيا بدر وأحد أعمدة حكومات الاحتلال في لقاء تلفزيوني. قال أنه المؤسسة القضائية، القضاة، نضغط عليهم، نهدد، نسوي، إحنا الأحزاب يرضخون. وقال أيضا ابن أمه اللي ما يتهدد من القضاة. وبالتالي هو اعتراف صريح وواضح بأن كل ما يحدث داخل العملية السياسية هي أمور مسيسة من قبل الأحزاب، مسيس القضاء، وهناك ضغوطات تفرض على بعض القضاة، وهناك من يحاول أن يقف ويحقق العدالة، يا أما يتم تصفيته أو يتم ملاحقته أو طرده من العمل أو الضغط عليه بأي شكل أو بآخر، يا أما يترك الموضوع وينسحب أو يرضخ ويوافق على ما تطالبه أو تطالب به هذه الأحزاب والميليشيات.
نطرح مجموعة من التساؤلات مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع. في ظل تحول القضاء إلى أداة لمحاربة العراقيين، كيف يمكن تحقيق العدالة في العراق؟ اليوم لدينا المؤسسات الرئيسية في الدولة تقف بوجه المواطن العراقي، وأهم هذه المؤسسات هي المؤسسة القضائية التي يلجأ إليها المواطن العراقي في سبيل الحصول على حقه وفي سبيل الانتصار على الظلم في قضية معينة. طيب، إذا كان القضاء قضاء فاسد مسيس، قضاء يقف مع الظالم ضد المظلوم، قضاء بالمال وبالسلاح يغير الحق باطل والباطل حق، كيف يمكن للمواطن العراقي أن يحقق أو يحصل على العدالة في هذا البلد؟ إذا كانت أهم مؤسسة معنية بتقديم العدالة إلى المواطن أو تحقيق العدالة هي خاضعة ومسيسة وموجهة، إذن كيف للمواطن البسيط الأعزل الذي لا حول له ولا قوة أن يحصل على حقه في هذا البلد في ظل وجود مؤسسة قضائية فاسدة؟ نقطة أخرى مشاهدينا الكرام نتحدث بها، وهي بطلان العملية السياسية الموجودة. طبعا هذه تساؤلات نتمنى منكم أن تشاركوا للإجابة عليها. السؤال الأول كما قلنا، كيف تعتقدون أن يحقق المواطن العراقي العدالة في ظل وجود مؤسسة قضائية تقف بوجهه وتقف بوجه تحقيق العدالة، بل تقف بالضد من العدالة؟ إذن كيف يمكن أن ينتصر المواطن العراقي بالقضايا الخاصة به والقضايا العامة في البلد؟ النقطة الأخرى وهي نقطة الشرعية النظام الحاكم في العراق. بعد الانتخابات الأخيرة والجميع يعلم، وعلى لسان إياد علاوي خرج وقال بأن الانتخابات قوطعت بنسبة 85% من الشعب العراقي الذي يستطيع الانتخاب قطع العملية الانتخابية، ومن صوت أو شارك هي نسبة لا تتجاوز 15%. طيب، إذا كانت هذه النسبة وهي نسبة لا تمثل حتى ربع الشعب العراقي، كيف يوافق القضاء في العراق على استمرار العملية السياسية وهي مبنية على أسس غير قانونية أولا، يعني هي جاءت باحتلال؟ ثم النقطة الأخرى هي موضوع الانتخابات ومقاطعة العراقيين، لماذا تستمر المؤسسة القضائية في العراق بإضفاء الشرعية على هذه العملية الانتخابية وعلى الحكومات المتعاقبة بشكل عام في العراق؟ لماذا تستمر الشرعية تعطى لهؤلاء وهم مرفوضون من الشعب العراقي وهم مقاطعون من الشعب العراقي، بل خرج الشعب ضدهم وطالب بإزالتهم وطالب بالقصاص منهم؟ طيب، على الأقل بعيدا عن إضفاء الشرعية، لماذا لا تحاسب المؤسسة القضائية أو تسخر أدواتها في سبيل القصاص لشهداء ثورة تشرين، لذويهم، لمن غيب في هذه المظاهرات، لمن اعتدت عليه الميليشيات أو الأجهزة الأمنية؟ أين حساب القائمين على الحكومات في وقتها ولا يزالون حيدر عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، هؤلاء الذين خرجت التظاهرات في عهدهم وارتكبت مجازر ضد العراقيين؟ مشاهدينا الكرام، نود أن نتابع مع حضراتكم الآن هذا العمل من إنتاج قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية حول القضاء في العراق الذي أصبح سيفا بيد الأحزاب لمحاربة العراقيين. لنشاهد. إذا القضاء كان يتهدد. نعم، أنا أقول لك كان يتهدد. أنا خضع للتهديد. ها؟ خضع للتهديد. أقول اليوم ابن أمه ما يخضع للتهديد.
كلها ضابط انا كله. القضاء هو اللي دا يستر على الجريمة، وأنا دا أحكيها طق طق. هذا القضاء هو اللي دا يستر على الجريمة، وأدعو الفايق زيدان، الأستاذ فايق زيدان، خلي بس مجرد يقرأ الأوراق التحقيقية، مو مجرد يوقعون على ضابير مال إعدام. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الشخص المواطن العراقي الذي ظهر في المقطع قبل قليل الذي طالب فائق زيدان بإحقاق الحق، طيب الجواب جاء من فائق زيدان قبل سنتين تقريبا في ثورة تشرين أثناء المظاهرات والثورة الشعبية التي خرجت. عقد فائق زيدان لقاء مع مجموعة من القضاة والمستشارين والجهة الإعلامية المعنية بالمؤسسة القضائية وغيرها من هذه الجهات الحكومية لطرح بعض الأمور، وهو لقاء تم تداوله بشكل واسع. ما الذي قاله وأهم ما قاله فائق زيدان في ذلك الاجتماع؟ أن هناك كثير من ملفات الفساد والقضايا المرتبطة بحيتان، بعضها مرتبطة بحيتان فساد وبعضها مرتبطة بشخصيات فاسدة لكن على مستوى من الفساد وليست فئات بسيطة. قال بأنه كثير من هذه القضايا تم إصدار العفو الخاص عن هؤلاء، شملوا بقانون العفو وأطلق سراحهم، نظير تسويات، طبعا تسويات بيقال هو يقول بأنه دفعت مبالغ من قبل المتهمين نظير تسوية الملفات ومع الوزارات المعنية وتم العفو عنهم. العفو عن فاسدين، الحكومة تعفو عن الفاسدين، هذا على لسان فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى. بعفو من الحكومة يطلق سراح الفاسد مهما سرق ومهما فعل من انتهاكات وخالف القانون يطلق سراحه، في حين أبناء العراق كثير منهم خرجوا بقضايا حق مثلها، مثل قضية التظاهرات، مثل قضية الوقوف بوجه الفاسدين، المطالبة بالحقوق المسلوبة، مقاومة الاحتلال، خرجوا بهذه القضايا. منهم من خرج بلسانه ومنهم من خرج بسلاحه في سبيل حماية العراق والدفاع عنه بوجه المحتل الأمريكي، لكن هؤلاء يقبعون في السجون، لم يشملهم العفو، لم تتم تسوية قضاياهم، كثير منهم لم يعرض على المحاكم، لا يعلمون ما هي القضايا التي حكموا من أجلها أو بسببها. طيب كيف لي رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يتحدث بهذه البساطة ويذكر بأنه تم العفو عن الفاسدين بغض النظر إن كانت تسوية أو غير تسوية؟ ألا يجب أن يكون هناك أخذ الحق العام، حق الدولة، أنه يحكم بناء على الجريمة التي ارتكبها؟ هذه الأمور ليست قضايا خاصة حتى تتنازل الدولة عليها، هذه قضايا شعب كامل. من سرق الأموال لم يسرق أموال فائق زيدان أو رئيس الحكومة في وقتها، بل سرق أموال الشعب العراقي، إذن هي قضية عامة لا يمكن التنازل عنها بهذه الطريقة. كيف لهؤلاء أن يطلق سراحهم بشكل مبسط؟ وأيضا تابعتم القضية الأخيرة التي تم إطلاق أو إصدار فيها العفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية بتوصية من رئيس الوزراء لنجل المحافظ النجف السابق لؤي الياسري المدان بقضايا تجارة مخدرات، أطلق سراحه، وطبعا تعرفون الباقي القصة. إذن الملخص مشاهدينا الكرام أن العراقيين يعيشون في بلد لا توجد فيه عدالة ولا يوجد فيه قضاء، إذن كيف سيحصلون على حقوقهم؟ معنا اتصال السيد محمد بن بغداد، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. استاذ محمد، قضاء بالعراق ماكو شيء اسمه قضاء، اكو عصابات تحكم. يعني انا حقول لك شغله انا عشتها، يعني نعم، قبل سنتين اخوي توفى، وفاة يعني وفاة عادية، نعم. كل انسان يقتل يعني تعرضت للوفاة وهذا. نعم. فالشرطة مالته عنده غراب ضاقوها من البيت. ابو البنايه اللي هو كان ساكن بيها غراضه صفوها من البيت. فاحنا جينا، احنا كنا كنا على اختلاف معها شويه. نعم. فرحنا بنداعي هناك الموضوع شنو؟ فلما رحنا لمركز الشرطه، المركز الشرطه من ابو البنايه. نعم. ابو البنايه كان مركز الشرطه.
رحنا للقضاء على مود نعرف سبب الوفاة، رحنا نطب العدل هذا. القضاء هناك كله عبارة عن مجرمين وناس همج مجهلة بالسياسة وبالقانون، ما يعرفون كل شيء. أنا قاعد كذا ثاني عشيت هاي المرحلة، عشيت هاي المرحلة. راجعت دوائر الأمنية، دوائر الدولة، كلهم ناس عصابات، وأنا مسؤول عن الكلام. ماكو واحد يطبق القانون بصورة صحيحة. كلها ناس عصابات. تجي ويا القاضي، قاضي تحقيق، المفروض القاضي تحقيق بلا هبة وإنسان يكون محترم. تجي أطبيت بكل احترام أسلم عليه. ما يرد السلام، يقول لي إيش فاضت ناسه؟ قلت له والله أبو حزم وجنابك من تكمل التحقيق مال الشخص اللي قاعد يمك، وأنا أستأذن منك وأقعد يمك وأحكي لك القضية. يقول لي شنو احنا وين قاعدين؟ يعني شوف كلامهم كله عبارة عن تهاوي عبائد، مو ناس قانونيين، مو ناس سياسيين، عصابات حكم العراق. وين يا قضايا العراق؟ قضاء فشل، كل القضاوات هي اللي تحكم. بشكل خاملي ميزان العدالة وما أدري شنو، كل كلاوات لأن نحن عايشين أبحاث. زين ورحت نراجع على مال هي مو بس قضاء بدون العدالة، هي المهمة الكبرى، الدوائر الأمنية والمستشفيات والعدلي كلها ناس فاسدين، مو بس جهلة ومتخلفين، ناس حرج. سيد محمد، اليوم لما حضرتك تتفضل بهذا الكلام، هو طبعا لسان حال كثيرين، انه بالعراق القضاة اذا صادفك الشريف فهو معرض للضغوطات، يا اما من حزب او من ميليشيا او من شخص ينتمي الى عشيرة او ينتمي الى حزب او ميليشيا يستطيع ان يغير العدالة. طيب اذا المواطن العراقي مدى يقدر يحصل على حقه بالقانون؟ لأن القانون يقف مع الظالم ضد المظلوم. شلون اليوم المواطن العراقي يقدر يحصل على حقه بطريقة قانونية وبطريقة سلمية وبدون إثارة مشاكل؟ قال محمد، هو القضاء والقانون بالعراق ما يطبق بصورة صحيحة. شلون هو المواطن العراقي يشتكي يم القضاء يطبق ضده ويا الظالم على المظلوم؟ يعني مو بالضغوطات، هو يعني هي عقابات تحكم. يعني يقول لك اني انت شايف مركز شرطه تحكي وياه عميد حكي كله مال حشر، ما اقول بوتك وحشر ما حشر السامع مال عفطيه يحكي، يقول هذا اسلوب احنا مال الدارع. قلت له اني مواطن عادي، دا اتحدث بالنسبه عن نفسي، قلت له اني مواطن عادي دا اجي دا اريد اعرف قضيه اخوي شنو اللي صارت، الغرامه انفاتت وهذا يحكوا لي كلها مال عفطيات مال كرتريه مال الشارع. يعني انت من حضرتك تقول شلون المواطن ياخذ حقه وهذا حتى الضغوطات، احنا ضغوطات مستقيم، يقول انا ما اقدر اسوي شيء، انا مهدد من قبل الاحزاب، قاعد يطلع بالتلفزيون يحكي. بس هو ماكو، هم اللي بيحكمون، هم يا الاحزاب بيحكمون الصحافه. الاحزاب بيحكمون كل الشرطه. فهو يحصل هذا الانحدار اللي يحكم بالعراق، ما طلع عدالة. كلها رشاوي تاقود وكلها فاسدين. حتى الوقت الأمنية ما أريد أنا أقول كلهم. يعني خلق اللقاء المسجد بالتفاجع حضرتك. يسحقيني من قطاع الأمنية هم ناس أمد فاسدين وسرسرية. وحتى يتحارج خمس شهر خمس سنوات وحتى يتحارج وما يخل المواطن يحترم بشارة. هاي طبقة أنا عايز بك تعرف. طيب. فإذا القضاء بالعراق ما في قضاء من العراق، كل الناس مهمين. شكرا يا محمد. نعم وصلت فكرتك، اشكرك. كنت معنا من بغداد ويانا السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. السيد عبد الرزاق من بابل موجود؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله، حياك الله سيد عبد الرزاق. اسمعك تفضل. اي نعم تفضل. بالنسبه للقضاء العراقي استاذ محمد، للاسف يعني اصبح قضاء مسيس. ونشوف احنا القضاء العراقي وقفه مالته مع القضايا اللي يتم الناس المضطهده، ناس محرومه، ناس مظلومه. يقف القضاء العراقي موقف المتفرج، وهذا يعني انا اشوفه معيب بحق القضاء العراقي. يعني احنا نعرف جزاءة القضاء العراقي بالسابق، لكنه للاسف الشديد
يعني برغم ما هو يعني احنا ما نريد يعني برغم ما نحمل السلطه مسؤوليه دمار البلد، ايضا احنا بالوقت الحاضر نحمل القضاء العراقي مسؤوليه تدمير البلد، لانه ما حمى المواطن الضعيف او المواطن الفقير. يعني احنا جاي نشوف يعني الكثير من يعني الجرائم اللي من ضمن هذا المخدرات، وأفضل شيء هذا بمحافظ النجف. يعني القضاء يعني ما اتخذ الإجراءات ما تحق بالتجار مع المخدرات اللي يعني يدبره الشعب واللي أهلكه الشعب، لكنه هذا الوضع اللي يعني وصلنا للقضاء العراقي بقالب السياسة. عندما يدخل القضاء بالسياسة هاي النتيجة مال القضاء، يكون مسيف ويكون يدافع عن السراق والنصوص. وإلا يعني تعال يا أستاذ محمد، هذه يعني هسه الحكومة تشتري حكومة صار أكثر من 5 أشهر، شنو تسوي التعطيل مالتها؟ السبب التعطيل مالتها هو القضاء، القضاء اللي يعني ما يعني ما يتخذ الاجراء الرابع او القرار الرابع حتى على موت، يعني لا من المواقف السياسيه يكون قرار رابع ولا من القوانين يعني الرفع. كلامك الان سيد عبد الرزاق وحضرتك بدك تتكلم، بس لا رجعوا الصور مال عادل عبد المهدي يا شباب. وحضرتك بدك تتكلم الان، يظهر عادل عبد المهدي الان أمام حضراتكم مشاهدينا الكرام المتهم بسفك دماء ثوار تشرين، هو المسؤول عن الدولة، هو رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، ومن قتل المتظاهرين أولهم القوات الأمنية والميليشيات معها. طيب لماذا لم يتحرك القضاء لمحاكمة رئيس السلطة في وقتها عادل عبد المهدي الذي ارتكبت القوات الحكومية في زمنه التابعة له كل القوات بما فيها الميليشيات المنضوية ضمن ما يسمى الحشد كلها تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، سفكت دماء العراقيين في مدينة الناصرية جميل الشمري وفي العاصمة بغداد وفي البصرة وفي النجف وكربلاء وفي غيرها من المحافظات العراقية التي انتفضت، تم إحالة للتقاعد بعد الاستقالة و خلص ضمن حقه وعنده ربما حصانة أيضا. عادل عبد المهدي نموذج يتساءل المواطن العراقي إذا كان هذا القضاء وأمام أعين الجميع رأى بأن من يقف على السلطة في العراق في وقتها ارتكبت في زمنه مجزرة أو مجازر، لماذا على الأقل لم يتم القضاء أو لم يقم القضاء باستجواب عادل عبد المهدي أو بالتحقيق معه بشأن هذا الموضوع، بل ترك الموضوع وتركت كل هذه الدماء تذهب سدى؟ القضاء إذا ما يقدر يجيب حق المواطن المظلوم منو حيجيبه؟ والله السؤال مالك متقطع أستاذ محمد، بس اللي يعني وصلني اللي سمعته. نعم. أنا قلت لك أستاذ محمد بالنسبة للقضاء، القضاء للأسف الشديد مسيس وجاي يشتغل يعني شغل مالته معايير مزدوجة، فالفقير يقيم عليه الحد، اما الغني فلا يتركب يعني يفرح ويمرح. وهذا هو هذا دمار المجتمع، لان المظلوم لما يصير عنده مشكله وانه يتجه للقضاء اللي ياخذ حقه، زين لما القضاء يكون ضده فاعرف بانه البلد مدمر والشعب ما يصير استقرار، ما يصير امان لما يعني الشريعه الغاضبه تجي تعيش، لما القانون ما ياخذ حق الضعيف من القوي. يعني هذا مو يعني مو بلد ولا استقرار ولا امان، هذه فوضى. المفروض على القانون وعلى القضاء ان ياخذون دورهم ويتحملون المسؤوليه امام الله وامام البشر، ان يتقي قاضي الارض بقاضي السماء. لانه اذا بقوا على هذا المنهج وعلى هذا الاسلوب فصدقني يا استاذ محمد كل دعاء مظلوم راح يعني مصير يعني اسود امام رب العالمين، لانه القاضي هو اللي
يعني يحيي الأرض بعدالته، لكنه لما يكون القاضي مستوج المعايير وينحرف إلى جهة دون جهة، فأعرف إنه هذا البلد مصيره أسود، ويعني ما العدالة تكون منفية في هذا البلد. شكرا شكرا يا سيد عبد الرزاق من بابل، أشكر حضرتك للمشاركة. لنذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود لنكمل الحديث في هذا الموضوع وفي جزئية متعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، الحكومة التي قطع الشعب العراقي الانتخابات التي شاركت فيها، ومع هذا هي مستمرة، لا أحد يعلم كيف تستمر حكومة مقاطعة من معظم الشعب العراقي بالاستمرار للتشكيل، لكن هذا ما سنناقشه بعد قليل، وأيضا سنتحدث عن دور القضاء في دعم حكومة الاحتلال. نراكم بعد قليل. القيادات الكبرى الآن في الدولة العراقية يقول أنتم لماذا لا يسألونه لماذا لا تجرون إصلاحا، يقول لن نستطيع أن نجري إصلاحا، إحنا لا نستطيع أن نخالف أوامر طهران. أوامر طهران قال، والشعب والبلد قال يذهب إلى الهاوية، يذهب إلى جهنم، يذهب إلى جهنم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. استمعتم إلى هذا الحديث من القاضي رحيم العقيلي بأنه لا يستطيعون تحقيق أي إصلاح في العراق من يحكمون، لأن الأوامر تأتي من طهران، طهران هي التي تحكم العراق فعليا، وهي التي تقرر أن يكون هناك إصلاح من عدمه. وطالما 19 عاما لم يتحقق الإصلاح، إذن لا تريد إيران أن يتحقق أي نوع من أنواع الإصلاح في العراق. وطبعا التابعون لها أو من حكموا العراق ولا يزالون طيلة هذه السنوات موافقون، خاضعون، مضطرون إلى القبول، سميها ما شئت، لكنهم مشاركون في هذا الخراب الذي يحصل للعراق وللعراقيين. الأحزاب التي تدعي الإصلاح أو التي تسعى للترويج لمشروع إصلاح وهمي سمع به العراقيون قبل الاحتلال وبعد الاحتلال ولم يشاهدوا منه أي شيء. هذه الأحزاب تستمر الآن في طرح نفس المشروع، مشروع الإصلاح، لكن هذه الأحزاب ينخرها الفساد، أعضاؤها متهمون بالفساد، وزراؤها اتهموا ولا يزالون يتهمون بالفساد، لم يحاكم القضاء أيا منهم، وإن تم فكما قال فائق زيدان خرج بتسوية وعفو من الحكومة. كيف سيتم محاسبة الفاسدين في العراق إن كانت قضاياهم يتم تسويتها ويتم غلق ملفاتهم بإصدار قانون أو قرار العفو الخاص من قبل الحكومة، رئاسة الوزراء والجمهورية للإفراج عن الفاسدين، عن المجرمين، عن تجار المخدرات؟ كيف يمكن تحقيق العدالة يأتي العفو حسب ما تشاء وكيف ما تشاء هذه السلطة الحاكمة، تعفو عن الفاسدين والمجرمين وتترك أبناء البلد المضحين البسطاء المسالمين يقبعون في السجون بلا تهمة ولا قضية؟ معنا أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماني ما جاي أعرف ليش هذا الشعب العراقي ما جاي يستوعب العراق محتل من قبل جمهورية الكفر، جمهورية الفسق والفساد إيران من 2003 لحد هذا اليوم. أخي ماكو قضاء. فائق زيدان وغير فائق زيدان تابع للحرس اللاثوري الإيراني الإرهابي. ماكو قضاء، إيران كلها جاي تحكم بالعراق مثل بيران. البريء بالسجن والمجرمين والقتلة المعممين خارج السجون. عندنا تجار المخدرات خارج السجون أبرياء،
عادل عبد المهدي سرق المليارات وقتل المئات ابرياء خارج السجون. المالك نفس الشيء. قيس الخزع هو لو اكو قضاء لو اكو عداله ما جاء. يعني عادل عامري هو مجرم اصلا، هو مجرم ومشترك بالحرب العراقيه الايرانيه مع ايران وقاتل الشعب العراقي، يعني قاتل الجنود العراقيين. هذا اي قضاء اخي، اي حكم؟ بلد جاي حكمه ايران، بلد جاي حكمه ايران، الاف الناس الابرياء بالسجون، الشباب والمجرمين والقتلة خارج السجون. ماكو قضاء اخي، ماكو حكم. وبعدين دول جاي صارعون على الكراسي زين، تقريبا شهر السادس راح يصير. وهذا حكى المالكي وحكى العامري وحكى مقتدى وقال ويوم السبت راح تصير مجازر بيناتهم. سيد ابو علي بس سؤال لو سمحت. نعم. اليوم خلينا نتكلم عن الـ 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 الأحزاب اللي موجودة لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، اللي تقول احنا فزنا فيما يسمى بالانتخابات، والجانب الآخر يقول احنا خسرنا في انتخابات تزورت، بغض النظر. لكن السؤال، إن كانوا كما يدعون أنهم يحملون مشروع إصلاح حقيقي، ألا يعتبر الإصلاح أو بداية الإصلاح تبدأ من أهم المؤسسات في الدولة؟ القضاء والتعليم والصحة هاي أهم المؤسسات في الدولة. نعم. التي يجب أن يعاد بنائها بشكل صحيح وطني نزيه من أجل أن تقام الدولة مرة أخرى. طيب، لم يذكر وطيلة هذه الخطابات والشعارات واللقاءات اللي خرجت بها زعامات هذه الأحزاب، لم يتجرأ واحد منهم أن يطعن بالمؤسسة القضائية، بل بالعكس يقولون المؤسسة القضائية ومرجعيتنا القضاء وقضاءنا الشامخ وغيرها. إذا كانهم يريدون إصلاحا حقيقيا، لماذا لا يتحدثون بحقيقة حول المؤسسة الفاسدة التي تسمى القضاء، التي وصفت من الأمم المتحدة بأنها فاسدة؟ أخي ذولا ما أعرف أني، ذولا عملاء خونة، نفس الوجوه عمي، نفس المالكي، نفس العبادي، نفس المقتدى، نفس الحكيم، ذولا رؤساء الكتل، رؤساء الأحزاب. يعني ما اعرف انتوا ليش وقت تصبروا لهم؟ صاركم 19 سنه جربناهم، زين عم نضل 200 سنه نجربهم؟ اخي ذولا ما يطلع معاهم شيء، هم ذولا هالشكل. يبقى القضاء فاسد، يبقى التعليم ماكو، طب ماكو، زراعه ما عندنا، صناعه ما عندنا. ايران جاي تحكم، ما على الشعب العراقي ان يثورها، قلناها ألف مره. ادخل الى الخضراء وسحولهم بالشوارع عمي. لا تنتظرون منهم كل شيء، ذولا ما يطلع منهم شيء عمي، ذولا عملاء خونة، لصوص مجرمين، قتلة إرهابيين كلهم، ما استثني منهم أحد. نعم. شكرا أبو علي من لندن، شكرا جزيلا. ويانا السيدة أم عباس من بغداد، تفضلي يا أم عباس، حياك الله. السلام عليكم. السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أني عندي مشكلتي كبيرة طويلة، بس أنا حختصر لك إياها. بأيام الكورونا أخويا قاعد إيجار بعض الشيخ بعد ذكرات، ما عنده فلوس مال ايجار يدفع، ابو الملك اشتكي عليه، وين يوم المركز مال بعد الشيخ يبرا رباح ومصطفى الحلبوسي بلازم وواحد اسمه خالد وعمر راوا اخويا وين تواجد الليل باليوميه ما في حادثي على مكيمه دفع ايجار. اخر شيء اخويا يتوفى بالشقه. اخويا يتوفى بالشقه، يعرف ورا 10 ايام 15 يوم احنا عرفنا، رحنا راجعنا هذا رائد رباح يعرف لنا مساحه دير بالورقه حتى بس لحظه. ام عباس، ام عباس على كيف ام عباس، منو هذا ابو رباح؟ مقدم رباح، رائد رباح بالمركز مال باب الشيخ. رائد رباح شنو هذا؟ اي رائد رباح المركز باب الشيخ، مركز ما... تمام. ومصطفى حلبوسي الملازم وواحد قاعد اسمه عمر ذو خالد، هم يعني ما اعرفهم اساميهم، بس ذول اثنين شطرتهم. ذول ايش سووا؟ ايش سووا بالضبط ذول الضباط؟ ايش سووا بالضبط الضباط ذولا؟ هم تحكي لك ما يعطوني فاري، هم شدوا اخويا توفى بالشقه، من الشقه واخذوه خذوه طب العقل مال شو اسمه مدينه الطيب. اي يا ريت ندفنه، هذا رائد رباح تعالوا باشر تعالوا عقبه تعالوا باشر، يا رطينا مفتاح نفتح البيت ماذا فاري، الشرطه جايين ماخذين القرار كلها بركز مال بعض الشيخ. ابو البنايه قال لنا هم اخذوها الشرطه، ورحت قلت لهم يا ابو البنايه يقول انتم اخذتوها، يقول لا هو ابو البنايه ما كذب، هسه صحيح اطلب اخويا بس هو ما كذب، هم كذابين. ورحت اشتكيت قالوا لي روحي للقاضي، جيت ويعرفون عني مرض،
لا احد ولا اربط وغراب اخويا كلها موجوده عندهم بالمخزن. ام عباس، ام عباس، سيده ام عباس، اخويا مصمم على بالمخزن. سيده ام عباس، هاي الشقه اللي توفى بها اخوك ملك لاخوك؟ لا ايجار، ما قلت لك هي المشكله انا مدير ايجار، ما عندي فيها ايجار وقت الكورونا. انا مدير ايجار قام يشتكون علي. طيب وجو الشرطه ماخذين الغراض هذا ترى اضرباه، يقولون توفي شد ويا اخويا شده يقول لك كسر رجليك يا بنت. اني مره فهمت قلت يا برجع فيهم شنو قصه اخويا ليش متوفي شنو يقول لي عيب علي قلت يا بنت ليش طيع علي انا مطلوبه للدوله جايبين مخدرات لازم يجوا اني برجلي جايه شد ويانا يعني شد ومن واحد سبع واحد شنو صلاحياتهم؟ 28 يلا طالع رقم اسم اخويا. شنو صلاحياتهم ان هم يتعاملون ويا اخوك بهاي الطريقه اذا كانت اكو مشكله متعلقه بالايجار؟ بس لحظه خليني اكمل. اذا كانت اكو مشكله بالايجار ليش ما المشتكي راح اتبع الاسلوب او الطريق القانوني؟ ليش راح على ضباط الشرطه اللي اشتغلوا عصابتيه على اخوك ويتحارشون بي ابو اسمح لي ابو البنايه طابق مش شلون المركز يمكن تندلب على بعض الشيء قريب على بعض الكراد قبال المركز يعني بس الاشاره بيناتهم. طيب هي مش الاشاره مع الشارع بيناتهم بالمركز شده ويا اخويا وغراب اخويا كلها موجوده بالمركز. نعم وجاوي رحت قالوا لي روحي للقاضي، رحت للقاضي، القاضي قال لي ماما شلون تعرفين اخوش راضي ضغط؟ قلت لهم يقولون، قال لي لا راح يجيبوا لي لحد الان تقرير الطبي ما طالع. انت ايش تتوقعين كاتلي يعني؟ ولحد الان تقرير الطبي ما طالع هذا طاسك اسمه مصطفى اسمه تتوقعين حبوسي واحد اسمه خالد وعمر. تتوقعين كاتلي يعني مثلا؟ ما لحد الان تقرير الطبي ما طالع. هو هذا اقول لك شو اسمه رباح ما ادري مقدم رباح في حوده شد ويا اخويا شده ما وغراض البيت ما انا غراض بيتي ما اعرفهم اخويا اصغر من مواد 68 غراض بيتي ما اعرفه كلها موجوده بالمركز بس انا ما اقدر احكي اقول لهم على غراضنا اشوف يعني القصه شنو هي مشكلاته بس يعني ما عنده فلوس ايجار يدفع بس هاي لا مخدرات لا كاتل لا بايز لا سالب كل الناس تعرفنا وتحمد براسنا احنا كل العراق يعرفنا سيدة أم عباس اذا اقول لك عنها زين تسويت هذا البرنامج على حتى احكي يعني ماكو قضاء بالعراق ماكو 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 نهائيا اللي طب ما عنده شيء يطلع مجرم نعم يخلوه ينكتر وينضرب ويجيني قلت له اقول لك انت ليش صايع علي يعني جاني ادمي انا ما اشتغل علي صايع انا جاي اطلب شغله قاعد اقول لك انطيني مفتاح افتح صاري هم ويوم اخويا ما يتورط كم يوم فاتحين البيت كل المنطقه قالوا ايش شرطه اخذوهم قالوا لهم قدام عافوني انهزموا قلت لهم امشوا وياها اوديكم نقطة دورية وياي المنطقة جتي مال باب الشيخ عزيز الكراك كلهم قالوا انتم اخذتوهم عمي بالعرب هاي اخذتوا الغراض مال المتوفي كل اخذتوا الغراض. ام عباس سيدة ام عباس انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. عندنا رسالة من كريم من صلاح الدين يقول استاذ محمد القضاء العراقي مسيس من قبل الاحزاب الفاسدة والحاكمة بنفس الوقت حسبنا الله ونعم الوكيل على حكومتنا الظالمة آلاف العراقيين مسجونين بعد نزع اعترافاتهم تحت التعذيب أما السراق من أساسه وأبنائهم مثل ابن لؤي الياسري وغيره يصدر لهم عفو خاص حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. السيدة أم عباس قالت كلمة مهمة للغاية أن العراقي المواطن العراقي الذي لا توجد له أي تهمة وهو بريء من كل التهم وبريء من أي مشكلة وبعيد عن المشاكل إذا دخل إلى القضاء أو إلى المعتقل أو إلى مركز الشرطة وليس المعتقل مركز الشرطة يخرج مدان لأن الضباط فاسدين المؤسسة القضائية تقلب الحق باطل والباطل حق بفعل الرشاوي والمحسوبية والواسطة والضغوطات. إذن لا ضامن للعدالة في العراق طالما هناك مؤسسة فاسدة. دعونا نقرأ لحضراتكم سريعا تصريحات من الجهات الدولية بشأن القضاء في العراق. الأمم المتحدة على لسان المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سيسيل بويه قالت إن القضاء في العراق فاسد وفاشل. منظمة Human Rights Watch ذكرت في تقرير لها أن النظام القضائي في العراق محطم وهو تقرير طويل جدا كان يتحدث عن انتهاكات كبيرة موجودة داخل المؤسسة القضائية في العراق.
خرجت بتقرير آخر هيومان رايتس ووتش قالت بأن القضاء العراقي مسيس. تقرير أيضا لهيومان رايتس ووتش قالت بأن القضاء العراقي ضعيف ومبتلى بالفساد. هذه تقارير دولية مشاهدينا الكرام وثقت الخروقات الموجودة داخل المؤسسة القضائية. لكن دعونا الآن نتحدث عن راعي الاحتلال أو عن راعي حكومات الاحتلال، الاحتلال الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية التي جلبت هؤلاء بنظامهم القضائي وحاولت إيهام العالم بأنها زرعت نظاما ديمقراطيا سيحقق العدالة، الآن وبعد سنين من الاحتلال ومن الفساد الموجود ومن الرائحة التي خرجت وبدأ يشتمها الجميع، دعونا نتحدث عن تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية. وتحدث هذا التقرير من الخارجية الأمريكية عن القضاء في العراق. ما الذي قاله أو قالته وزارة الخارجية الأمريكية بحسب الفورين بوليسي؟ الخارجية الأمريكية قالت إن النظام القانوني في العراق متعثر بسبب نقص القضاة واكتظاظ مرافقه واستخدام الرشاوة. ولفت تقرير الخارجية الأمريكية ضمن التحديات التي يعاني منها العراق نتيجة الفساد الذي أجج احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة. تحدث التقرير أيضا عن تأثير الوضع الأمني والسياسي في العراق على القضاء وكيف ساهم في إضعافه. أشار التقرير الذي أرسل إلى الكونغرس الأمريكي إلى أن القضاء العراقي يعاني من نفس الفساد المستشري الذي يؤثر على بقية مفاصل الدولة. وأضاف أيضا أن بغداد تعاني من نقص القضاة الأكفاء وتتهم باحتجاز المشتبه بهم في عزلة قبل المحاكمة لشهور دون اتصال بالعالم الخارجي. هذا بحسب مجلة فورين بوليسي الأمريكية. الاحتلال الأمريكي الذي كذب على العالم تحت حجة تخليص العراقيين من نظام ديكتاتوري وانتزاع أسلحة الدمار الشامل وغيرها من هذه الادعاءات، بغض النظر عن النظام السابق نحن نتحدث عن ما زرع الاحتلال في العراق. هؤلاء الذين يدعون المقاومة اليوم وهؤلاء الذين يقولون نحن نعيش في بلد ديمقراطي وكما يقول بعضهم لا دولة مثلكم، الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة التي جاءت بهؤلاء تضحك على العالم لتوهم الجميع بأنه نظام ديمقراطي عادل وضعته في العراق بعد أن أطاحت بنظام صدام حسين، تثبت هي بعظمة لسانها على لسان وزارة الخارجية الأمريكية بتقرير أرسل إلى الكونغرس أن القضاء في العراق فاسد فاشل بعيد عن كل المعايير الدولية المتعلقة بالمهنية والرصانة، مؤسسة ضعيفة مخترقة تتعرض للضغوط وتؤثر عليها الأموال والسلاح والسياسة. كيف إذن للمواطن العراقي أن يعيش في بلد خالي من العدالة؟ لا عدالة في العراق، لأن الولايات المتحدة تقول ذلك أولا طبعا لأن هي التي تسببت بكل هذا الخراب، وبعد ذلك لسان حال كل العراقيين وهذه القصص التي نسمعها من أم عباس وغير أم عباس التي تتحدث عن واقع الحال الذي يمر به المواطن العراقي ويعيش هذه المعاناة يوميا في مراكز الشرطة، في المخافر، في المحاكم، في غيرها من هذه المؤسسات الحكومية والأمنية، يعاني لأنه إن لم يكن لديه ظهر وينتمي إلى حزب أو ميليشيا أو عشيرة قوية لديها سلاح أو مال لا يستطيع أن يحصل على حقه في هذا البلد. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين. شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.